ده قبل الماتش قال لك ايه، انه يعني الامل فيكم انتوا الامل الاربعه. فيكم انتوا الاربعه، وكأن المصريين كانوا عارفين انه يعني، وده يمكن يكون بيضايق بقيه اللعيبه، بس يعني لا عملوا له مش صوره بيضايقهم، لان هم بيحبوه جدا بيحبوه مش وعارفين قدراته وامكانياته، وهو اغلى لاعب في تاريخ ليفربول في الانتقال الصيف اللي فات من صحيح. شهرين. فده اول صوره اتعملت صلاح لمحمد صلاح، الامل فيكم انتوا الاربعه. بعد بقى ما جاب الجون او الجونين دي كانت صوره منتخب مصر، منتخب مصر ده هو كله، حارس مرمى كمان، وهو حارس مرمى كله محمد، كله محمد صلاح. عايز اقول لك على حاجه بالنسبه لمحمد صلاح يا استاذه لميس، عشان يبقى الجزئيه اللي قالها كابتن مجدي من شويه، ودي اخر صوره بص يا استاذه محمد، النصر بدل النسر، هو النسر ان محمد صلاح نموذج للشباب وللاسره المصريه.